بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معانا مع أخبار رياضية محليا وعالميا. هنبدأ معاكم جولتنا الرياضية مع فريق النادي الأهلي اللي واصل تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة عشان يستعد لمباراة العودة قدام الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. التدريبات شهدت استمرار محمد الضوي كريستو في برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب بعد إصابته بالتواء في الكاحل. رابطة الأندية قررت عدد من العقوبات للجولة الـ 26 للدوري، وشهدت مباراة الأهلي وسموحة عقوبة بإيقاف محمد الشناوي حارس الأهلي 3 مباريات بعد الطرد المباشر اللي تعرض له خلال المباراة، وكمان إيقاف اللاعب محمد حسن هاشم من سيراميكا 3 مباريات للطرد لضرب الخصم بدون كرة، وشهدت العقوبات إيقاف الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بالمصري 2 للطرد، وإيقاف معين الشعباني المدير الفني لنادي سيراميكا مباراة للطرد للاعتراض. فريق الكرة بنادي الزمالك استأنف تدريباته امبارح استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري ممتاز، ودي المرة الأولى اللي بيتدرب فيها الزمالك صباحا وفقا لرغبة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق. وعقد أوسوريو جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية شهدت حديث مطول حول أهمية المرحلة المقبلة، بجانب شرح العديد من الأفكار والجمل الفنية المراد تنفيذها خلال المران. فريق بيراميدز تعادل مع مارومو 1-1، مارومو جالانتس الجنوب افريقي 1-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية على ملعب استاد الدفاع الجوي. هنروح للدوري الإيطالي، وفريق ميلان فاز على نظيره ليتشي بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإيطالي للموسم الجاري 2022-2023، وبالنتيجة دي أصبح ميلان في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة، وليتشي في المركز الـ16 برصيد 28 نقطة. فريق نابولي قدر ان هو يفوز على يوفنتوس في المباراه اللي جمعت بينهم امبارح ضمن الجوله 31 من منافسات الدوري الايطالي، بالفوز ده رفع نابولي رصيده ل 78 نقطه في صداره جدول ترتيب الدوري الايطالي وبفارق 17 نقطه عن الوصيف لاتسيو، ويحتاج نابولي لتحقيق الفوز في الجوله اللي جايه مع انتظار تعادل لاتسيو او خسارته على يد انتر ميلان ليحسم لقب الدوري الايطالي رسميا. فريق انتر فاز على مضيفه امابولي 3-0 في المباراه اللي جمعتهم امبارح في الجوله 31 من الدوري الايطالي لكره القدم، ورفع انتر ميلان رصيده ل 54 نقطه في المركز الخامس، وتوقف امابولي عند 32 نقطه في المركز الخامس عشر. نادي مانشستر يونايتد تاهل لنهائي كاس الاتحاد الانجليزي بعد ما فاز بركلات الترجيح 6-7 على فريق برايتون في مباراة نصف النهائي، وده بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف، وبكده نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي هيكون ديربي بين فريق مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، واللي هيقام في 3 يونيو اللي جاي. نادي نيوكاسل يونايتد فاز على توتنهام هوتسبير 6-1 ضمن منافسات الجوله 32 من الدوري الانجليزي ممتاز، واشعل نادي نيوكاسل المنافسه على المربع الذهبي في الدوري الانجليزي بعدما رفع رصيده للنقطه 59 في المركز الثالث، مبتعدا عن توتنهام هوتسبير صاحب ال 52 نقطه في المركز الخامس مع خوض فريق نيوكاسل مباراه اقل من توتنهام. فريق ويست هام يونايتد تمكن من تحقيق فوز كبير على نظيره برونوموث بنتيجه 4-0 في المباراه اللي جمعت بين الفريقين في الجوله 32 من بطوله الدوري الانجليزي ممتاز. النتيجه دي رفعت رصيد ويست هام الى النقطه 34 في المركز الـ13، وتجمد رصيد برونوموث للنقطه الـ33 في المركز الـ15. فريق نانت الفرنسي تعادل امام نظيره تروا بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الفرنسي، بالتعادل ده أصبح رصيد نانت عند النقطة 32 في المركز الـ16، بينما بات رصيد تروا 22 نقطة في المركز الـ18 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي. وبكده خلصت جولتنا الرياضية.